ليه يا استاذ جمال الوحده المصريه مع سوريا؟ نعم. هل ترى انها ايضا كانت كانت وحده عظيمه؟ عظيمه. اه يعني حضرتك مع الوحده وضد وضد اليمن، ما جرى في اليمن؟ انا مع الوحده، لكن لست مع الطريقه التي اديرت بها سوريا. يعني لان سوريا اديرت باجهزه برضو، يعني ليس وكانت القوى السياسيه غائبه. الامر الثاني انا لي راي، يعني قد يكون صحيح او غير صحيح، لماذا أدرنا ظهرنا للجنوب؟ أي جنوب؟ السودان. السودان. السودان وصحيح في إفريقيا مصر خلال جمال عبد الناصر نشطت نشاط كبير جدا، وهي اللي دعمت كل حركات التحرر، وفي شخص عظيم من أنقى البشر اللي عرفتهم كان مسؤولا عن الملف الإفريقي في مكتب عبد الناصر اللي هو الأستاذ محمد فايق، يعني ممكن تسمع منه مباشرة. لكن لماذا أدرنا، لماذا لم نفكر في الوحدة مع السودان؟ في الوحدة مع السودان، ده مجالنا الطبيعي. يعني أنا بعتقد أنه الوحدة السورية أنا ألمس أثرها حتى الآن عندما أزور سوريا. الشعب السوري كان صادق جدا، وكان الشعب المصري صادق جدا، وكانت وحدة عظيمة وضربت من داخل سوريا. هنا نوصل لـ 67،